السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من 100% فار مباشرة على قناتكم الفضائية شدا تي في احنا اليوم تقريبا في العد العكسي ل 100% فار كبرنامج ارتباطا بالعطلة الصيفية ولكن المواكبة غادي تكون ربما 100% فار العد العكسي ليه وربما هذه تقدر تكون آخر حلقة في 100% فار ولكن غادي تكون مواكبه ان شاء الله لمقابلات المنتخب الوطني الاولمبي ان شاء الله عبر يعني عبر قبل وبعد المقابلة بلاطو للنقاش إن شاء الله معكم ما دام المنتخب الوطني المغربي بالألعاب الأولمبية ونتمنى له الحظ الوافر وهذا يكون موضوعنا للنقاش في حلقة اليوم مع زميلي وصديقي منير أوبري سي منير تحياتي لك الحسين تحياتي الحال؟ لكل المشاهدين ديال <applause> <الصون> 100% <applause> <الصون تصفيق> والحال منصوب الى ان يثبت العكس الى ان يثبت وطيلة يعني. الموسم وانت مرارا في 100% فار آه كنت كتستعمل بعض العبارات المستفزه على الرياضات كنت كنقول لك بالله تي الالعاب الاولمبيه هي جايه آه. حان وقت الحسم حان دابا حان وقت الحسم حان وقت الاستفاضه في العبارات المستفزه ديال الرياضات وهذا كنقول لك بالله راه الالعاب الاولمبيه وغتبان الحقيقه وما بغيتش نكون متشائم بغيت نبقى انا شي شويه فوق السحاب ولكن تقنيا في الرياضه كيقول لك الالعاب الاولمبيه ما فيهاش مجال للتفاؤل والتشاؤم صح فيها حسابات صحيح عندك ما عندكش ما عندكش وجدتيها انت في البوديو ما وجدتيش هذه الالعاب الاولمبيه صحيح وهذا هو موضوع للنقاش في بدايه الحلقه بالنسبه لايمان ايمان هناك في فرنسا اللي غادي نبداو ان شاء الله وترسل لنا الاجواء هناك ان شاء الله بدايه من المقابله الاولى للمنتخب الوطني الاولمبي يوم الاربعاء المقبل على الساعه الثانيه ان شاء الله زوالا غادي نكون معكم في يعني في المواكبه لهذه المقابله قبل المقابله قبل المارش غادي نهضروا على الحدود ونهضروا على الى المختارة الى اخر وتكون معنا ايمان في ترصد لنا الاجواء هناك في فرنسا وبعد المقابله غادي يكون تحليل والنقاش ديال الاداء دي المنتخب الوطني امام الارجنتين ان شاء الله اليوم غادي نناقشوا على المج... المشاركه المغربيه في الالعاب الاولمبيه وعدد المتبارين والرياضات اللي مشينا لهم وغادي نشاركوا فيهم وكذلك النصف الثاني من البرنامج غادي يكون حول المنتخب الاولمبي مع دائما منير أبري وعبد الله ناصر لا يكون معنا مباشره عبر سكايب من بلجيكا يلا على بركه الله بدايه نطلب من السي عادل المخرج يعطينا اللائحه مشاركين ب واحد إذا كان ممكن سي عطينا اللائحة ديال المشاركين والرياضات اللي غادي نشاركوا فيها إن شاء الله وهي هذه اللي تنشوفوا أمامكم عندنا السين المجموع السين مشارك 42 من الذكور و18 من الاناث والعاب القوى التجديف الكره الطائره الشاطئيه الملاكمه البريك دانس الكاياك الدراجات المسايفه كره القدم الجيدو المصارعه السباحه سكيت الفروسيه التزلج تيكواندو الرمايه الرياضيه ترياتلون هذه الرياضات اللي مشاركين فيها ولكن المهم عدد المشاركين في كل رياضه يا كمونير هذا هو المهم، انا و... شوف فين مشاركي شحال من حدا مشاركي فيها، ولكن راه العدد اللي مشارك هو المهم. بعدين ناخذوا العدد الإجمالي اللي هو 60، واللي تبجح الكثير من المسؤولين على أنه كاينه طفره وكاينه الزياده في عدد الرياضيين، راه 60 بالعين المجرده إلا حيت 18 لاعب كرة القدم في المنتخب الوطني تلقى 42، مم. 42 بالمقارنة مع العدد ديال الرياضيين اللي مشاو لطوكيو، هناك تراجع، أول حاجه بعده. عاد في طبيعة المشاركين ولا جيتي تشوف المحتوى ديال الرياضات هناك رياضات غائبه <تصفيق> هناك <تصفيق> رياضات جات جديده حاضره <تصفيق> <تصفيق> ثم تقدر تقسم بيناتها الحسين ديال الرياضات الاولمبيه الكلاسيكيه اللي الناس متعودين انهم كيشوفوا فيها التنافس والرياضات الجديده مثلا على المغرب اللي الله كيشارك فيها يلاه يلا هي تلمس اولى الطرق نحو العالميه وداك الشيء رياضات اللي ماشي شعبيه في المغرب كيف ما كان الحال بحال ملي كتقول سكيت بورد كتقول تزلوش <applause> كتقول البريك دانس هذه رياضات الناس يلا يلا في اولى اولى الخطوات ولكن الناس باغا تشوف العاب القوى باغا نعم. تشوف الملاكمه باغا تشوف التيكواندو باغا تشوف الجيودو، نعم. الجيدو باغا تشوف دوك ديك الرياضات الكلاسيكيه اللي الا حيتي العاب القوى والملاكمه اللي هي الرياضات الوحيده اللي كان المغرب جاب فيها ميداليات الناس تاريخيا ديما كيقولوا بغينا التيكواندو يقرب شي شويه نعم. بغينا الجودو يقرب شي شويه بغينا رفع الاثقال تقرب شي شويه كاراتي. بغينا المصارعه الكاراتيه كان في طوكيو لان البلد المنظم كيكون عنده الحق يزيد بعض الرياضات فما كاينش في الدوره للاسف, للأسف. ما كاينش في... ما كاينش كاع الكاراتيه في, في باري مم. وحتى لو كان نسائل يعني واش غادي يكونوا رياضيين ولا ما يكونوش العلم لله فكيبقى هذا التصنيف الحصيله ديال عدد الرياضيين واش ايجابيه ولا غير ايجابيه انا كنقول نبداوها بالتشاؤم ماشي نبداوها بالتشاؤم هو اللي كاين انا زدت بالي 60 لحيتي منها العدد ديال كره القدم بقى 42 و 42 راه عدد ضعيف للمشاركه في الالعاب اولمبيه وما ادراك ما الالعاب الناس راه تشارك ب 140 واحد ونزيد لها واحد النسبه ف 42 حسابيا لغه العاطفه ديال الجماهير ولغه العاطفه ديال مثلا اي مسؤول و 42 ان شاء الله نتمناو لهم حظ سعيد ورفع الرايه الوطنيه ونجيبوا ميداليات هذا الخطاب ل... الا سولت التقنيين يقول لك راه ديك 42 غنشوف عدد الميداليات المحتمله اها صح صحيح عندي الحسين راه قريب من المستوى العالمي غادي نراهن به على نحاسيه على فضيه عندي مونير غادي نراهن به على فضيه غنراهن به الرقم يعني حسابات ديال الا جينا نشوفوا الميداليات المحتمله بالحسابات وبالارقام نعم لن مح. تتعدى ثلاثه ذهبية ولا كلها يا ذهبية يا فضية يا في مختلف المعادن وعرفتي شنو هي ثلاثة خويا منير المحتمله راه ستكون كارثه لا ميداليات المحتمله محتمله شوف هاد ثلاثه حسب المجريات عاوتاني ديال الظروف أه البقالي الله يعطيه صحيحته نعم عائد من الاصابه نعم واش يمشي في الذهبيه واش غي ياخذ فقط الفضيه واش راه الكروج وما ادراك ما الكروج في 2000 في سيدني م. آه نعم حرز الفضيه يعني كان ذاك الرهان على نزهه يدوان كذلك دونك ماشي 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 مرضي خديجه إصابة. المرضي اللي تا هي بطاله العالم هي من اصابه وشوف طبيعه الاستعداد كيفاش مشاو نتمناو لهم التوفيق وشوف مجريات الادوار الاقصائيه كيفاش غتكون الامور تما بما ان كنقولوا ميداليات محتمله فهي محتمله مم. هنا شوف معايا الحصيله وسط من جماعة وسط من السواد الاعظم من الرياضيين شحال عندك من مم. وانا اكثر ما اقلقني بيني وبينك الحسين صراحه هي بيني وبينك هنا ولكن مع, آه. مع المشاهد آه. عبر... بيني وبينك عبر الاثير <applause> وملي كتسمع بعض التصريحات ديال رؤساء جامعات <applause> واحد ما بغيتش نقول واحد العباره هنا لاننا في قناه يقول لك حنا يكفينا ان العالم الوطني حاضر في ميدان تباري جميل ورد تعبير هذا ماله يسرنا هذا التعبير العالم الوطني حاضر وغادي برياضي واحد مم. بلا ما ندخلوا في عدد المرافقين و... ومرافقي المرافقين داكشي شغلهم اللي بغى يصرف الله يعاوننا ويعاون كنهضروا حنا على الرياضه واش الحسين في جامعه رياضيه جامعه ملكيه رياضيه تنتمي لهذا الجسد لهذا الوطن واش تقبل ان واحد يقول لك يكفينا ان العالم الوطني حاضر في ميدان تباري كنتي كتسنى تقول راه غادي بواحد الرياضي ولا جوج ولا ثلاثه فيهم واحد اللي قريب من المستوى العالمي غنحاولوا انه يتجاوز الادوار الاولى فيهم واحد يعني نبغيو هالتفاصيل هذه شويه انا للاسف عندما شوف ال... كنا دائما هذا الموضوع تنتكلموا عليه ديال الجامعات دابا بالمغرب بقى... وديما تنتكلموا عليه في اطار واحد آآ آآ نضرب الأخماس في العدس، دا الاساس دائما تنقولوا راه يجب إعادة النظر في الجامعات المغربية وبعض رؤساء الجامعات، الأمور لا تبشر بالخير لأنه شفنا كيفاش أن الرياضات المغربية كيفاش بعضها في الحضيض وبعضها يحتضر وخسنتنا واحد البطل يفرحنا بميداليه واحد البطل من مجموعه رياضات باش يفرحنا في الوقيته اللي كنا تنفرحوا بالجيدو تنفرحوا بميداي في الجيدو تنفرحوا بميداي في الملاكمه وتنفرحوا بميداليات في العاب القوى وواحد الوقيته وتنفرحوا بالتنس وتنفرحوا تكون عندنا واحد الكم ديال الفرحه كتقول نعم الاحتمالات وارده غنقدر نربح هنا نقدر نعم. نربح هنا نقدر نربح هنا واه وتت... وصيتك تيكون كبير على المستوى العالمي بحكم عندك ابطال في التنس وعندك ابطال في الكره وعندك ابطال هنا وعندك ابطال هنا وعندك ابطال هنا والعالم يترقب هذا ويترقب مزيان لا لا هما نتسناو واحد السميه وحده م. اللي تلعب وتدير الصيد مثلا نتسناو دابا البقالي مثلا نتسناو المرضي الله يكون في عونهم نعم تخيل ضغط كبير ضغط كبير جدا جدا هذا اللي تيقول انا باغي عفاك العالم المغربي ملي تنقولوا وبعدا راه غادي يكون عندنا العالم المغربي كاين فواحد الرياضه معينه ياك ليشرف عليها رئيس الجامعه يا اخي العالم المغربي رفع في المطبخ رفع في المجالات المطبخ كوزينة العالميه رفع فيها العالم بحكم ان الدين احسن مطبخ في العالم رفع في كوره رفع في التنس رفع في الفروسية رفع في الرياضيات رفع في حفظة القرآن رفع في المسابقة الفكرية رفع في المسابقة الشعرية العالم مرفوع ر... اه صاحبي نسناوك كتا اللي غادي تجي تقول لنا انا رفعت لكم العالم في واحد الرياضة هذا تتقي الله ونعطيك واحد المقارنة الحسين لنفرض فريد... نسناو لنا ترفع علينا العالم لنفرض الحسين العالم حسين اختاري انت قلنا راه كاين واحد اللعبه سميتها مثلا اختار شي لعبه البي مثلا ولا الطرومبيا <applause> بغينا ناسوا واحد الجامعه ملكيه مغربيه البي لعبه <applause> راه على راسها الحسين رياضي يلاه غنبداوها <applause> مزيان نقدر ديك الساعه نقول لك مجرد تواجدك في الالعاب الاولمبيه في ميدان تابارين، نقول لك راه انجاز <applause> انك بعد اهلتي هذه الرياضه اهلتي واحد الرياضي ولا جوج غيوصلوا لهذا المحفل العالمي <applause> ولكن الا كنت انت الحسين تاع على راس جامعه من 2009 ولا من 2010 ودوزتي لندن وريو دي جانيرو وطوكيو ودابا عاد كتقول لي يكفينا فخرا تواجد العالم الوطني عمرك ما رفعتي سابقا انا ناخذها من عندك انا خاصني نجي عندك نقول لك خويا بلهجه شويه سير فحالك انت دوزتي سير ديال الالعاب الاولمبيه ويلاه غادي ترفع لنا في الخامسه ترفع العالم شي تجيب لنا الذهب ترفع العالم مثلا هذا راه غير نعم. حاله واحدة اما العالم راه مرفوع قيس على ذلك بيه ولا بلا بيه فهذا الخطاب هو اكثر ما يخيف صراحه وما هاد الرياضات تعيش الاحتضار ملي تلقى عقليه سوريا بحال هكا راه الحسين شنو هي الرياضه الثانيه التي اعطت للمغرب ميداليات من غير العاب القوى الملاكمه ملاكمة هذا العام انت غادي بصفر ملاكم من الذكور والضغط كله على خديجه المغربي الضغط كله اللي نقولوا المغرب عالميا ودوليا وداك الشيء نقولوا حديث العهد في الملاكمه النسويه كيف ما كان الحال آه. ولكن الذكور راه الاخوين عاشق عطاوك ميداليات, ميداليات في 88 و 92 طاهر تمساماني عطاك ميداليه في 96 و السي محمد ربيعي عطاك ميداليه في ريو دي جانيرو في 2016 للاسف سؤال ورياضة شعبية في المغرب الملاكمة, دور الشباب وهذا راه موجودة موجودة حنا لا. فيهم الملاكمة في المغرب ما أخرى. رياضة رفع الأثقال صفر مشاركة هذا العام ما كاين حتى واحد للأسف ما مفهوماش ما مفهوماش إذا اللي بغى يدير القراءة اللي بغى يدير مشكورين دوزتو بعد الطابلو الطابلو هو قدامنا نعم. قربنا نحفظوه <applause> آه شنو واش نطيحو زعما غير في هذيك هذا المربع اللي فيه 60 نقولوا راه حنا غاديين آه. غاديين نهضروا على 60 بوفدين مغربيين ضخم امم نهضروا على 60 راه الالعاب الاولمبيه اللي كتقام مره في اربع سنوات هي المراه التي يقاس بها كل بلد في رياضته نعم حيت في الترتيب النهائي في الاخر اللي غتسالي هذه الدوره غيبان ليك البلدان اللي غاده في الرياضه وعندها صح ثقافه لا بيرفورمانس هي الولايات المتحده لا شين آه... روسيا روسيا بالرغم من هذه المشاكل التي واقعين وما الدول غايبان لك فرنسا وما ادراك ما فرنسا فاش نشروا الطابلو ديال الميداليات كيبان لك 33 44 ما بين دوره ودوره وملي كيكونوا داروا مثلا 44 هذه الدوره والدوره المقبله داروا 39 كيقول لك سيتيون كاتاستروف بوغ نو كيبدا الحساب وكيبدا علاش وكيفاش ومناش مساءله ورا طاح حبج ميداليات حنا غنبقاو نتسناو الله يعطيه صحيحته الله يوصلوا للنهائي ديال 3000 متر موانع على خير يا رب سفيان البقالي وخديجه المرضي كذلك مع الهامش ديال المفاجاه ديال فاطمه الزهراء كردادي في الماراثون <متحد> انا هادشي اللي غادي نقدر نراه عليه وانا عنصر المفاجاه بالنسبه للمشاركين الآخرين عادل عطينا الطابلو عافاك لان بغينا نديروا لي واحد التحليل دقيق اكثر آه... عطينا الطابلو ولا ليس عافاك ديال عدد المشاركين مزيان ها هما خليهم باش تطلع شي مفاجاه زعما لا انا تنقول مثلا فوالا دابا العاب القوى عندنا 8 من الذكور وعندنا 5 من الاناث عندنا عدد المشاركين 13 13 اللي مؤكد باذن الله وبعون الله هو البقالي. مقابل 15 اللي شاركوا في الدوره الماضيه نعم اذا حنا عنصر المفاجاه غادي نتسناوها في الاخرين يعني 12 وحده نتسناو فيه عنصر لعب القوة. فيها لعب القوة. أه همش المفاجاه العاب القوى هامش المفاجاه صفر بالنسبه لي البقالي هو اللي حسب الارقام حسب الارقام انا دابا حسب الارقام والدراسات حسب الأرقام. العلميه المتاحه المفاجاه صفر صفر من غير البقالي من غير البقالي مزيان واللي عنده احتمال الا ما فاش البقالي ميداليه هذيك هي المفاجاه نعم حسب الارقام المحققه هاد 13 ما مي يخرج منهم شي واحد ويدير المفاجأة؟ من ملي كتلقى في 5000 متر كنظن كاين مشارك واحد ولا في شي مسافات اخرى اللي كنا الاسياد ديالها كاين صفر مشارك ما كنظنش انا وها مش المفاجاه غيقدر يخرج من <applause> وهذا وهذا في حد ذاته كارثي اننا نمشيو نلعب نمشيو الالعاب, الألعاب القوى اولا ب 13 مشارك 13 مشارك والامل الوحيد اللي عندنا مؤكدين منه هو البقالي، هذه كارثه، ها واحد، نمشيو للتجديف، التجديف ما نهضروش عليه بزاف. التجديف نعم. يندرج ضمن الرياضات صح آه... كان الانجاز مرحبا، مرح... نعم. ما كانش الانجاز كتقول راه إلا كان الانجاز هو انجاز انجاز <applause> آه حاضر في وسط في وسط الدول نعم. فوالا، مشاو بمشاركة واحدة ولكن التجديف ماشي شي رياضه شعبيه وهذا 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 الكره الطائره الشاطئيه برافو عليهم بعدا للمره الثانيه على التوالي كيتاهلوا للعب نعم آه نفس نفس الثنائي نفس الثنائي الله يوفقهم اللي هما عبيشه الله يوفقهم ان شاء الله شي ميداليه مفاجئة الكره الشاطئية الطائره الشاطئيه عندنا جوج ديال المشاركين ذكور دي لي وصفر في الاناث للاسف الشديد رغم 3500 كيلومتر ديال البحر والشط والرمله وما اكثرها في المغرب وللاسف في الاخر عندنا ولكن الكاياك تجديف, تجديف تجديف ماشي الكاياك تجديف كيف قلتي هنا المقياس ديال واش الرياضه الشعبيه واش لا ما تنهضرش انا على التجديف تنهضر على الكره الطائره الشاطئية الكره الطائره الشاطئيه لا صافي داز انا أه التجديف صحابني في التجديف لا دزتو <applause> لا الكره الطائره الشاطئيه تضل الصيف وتشوف الناس يلعبوا الفولي في البحر وفي الاخر غادي نمشيو بجوج وي <applause> على اي آه، على جبت البحر حيت شو يقول لك لا حسين ورا فرق كبير ما بين درايتي لعبوا الفولي في البحر والتكوين يا اخي كون كانت تنقيب راه هذا الشيء هي سياسه الكره اللي كانت في المغرب الرجاء والوداد ومراكش والكوكب راه كان سياسه تنقيب في الدروبه وتقول آه يا اجاب دروبه لنادي الوداد آه آه راه تنقيب آه خلي آه 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 الكره خليها هذيك راه في الجزء الثاني الناس راه مراهنين على ميداليه اه مرانين نمشيو <applause> للملاكمه هذه هي المفاجأة الذكور آه. صفر ولو مشارك واحد وعندنا ثلاثة في الإينات نعطي واحد الرقم صفر في الذكور ثلاثة في الإينات مقابل سبعة ديال المشاركين في الدورة الماضية نزلنا بربعة نزلنا ولا أحد سيقول لماذا أكون كان اللي غيقول لماذا كون قالها في الدورة الماضية لأن في السبعة المشاركين كلهم أكثر عبارة تم تداولها في الملاكمة هي خارجة وأقصية وتوقفت مسيرة آه. كنا هنا كنقدموا الاخبار ديما توقفت مسيره خرج الملاكم فلان الفلاني اقصي الملاكم فلان الفلاني ما كانش ما كانش شي حاجه يعني كون كان السؤال غيتطرح كان يتطرح في الدوره الماضيه علاش تقصينا علاش خرجنا لم يطرح السؤال استمرينا نكملوا اذا ما بعد الاقصاء في الادوار الاولى النتيجه هي صفر في الدوره المقبله نعم والا بقينا غاديين في السياسه حتى هاد ثلاثه الاينات اها الدوره ديال 2028 ممكن ما تلقاهمش ممكن ما تلقاهمش نعم البريك دانس بلا ما نتكلموا عليه هي داخله في الرياضات ديال مم. مجرد التواجد فيها فهو نعم. بالنسبه لي انا انجاز. آه آه كانوي كاياك آه ما جوج مقابل جوج كانوا نعم. جوج في الدوره مقابل جوج رياضيين في الدوره الماضيه. نعم دراجات هذه مفاجاه بالنسبه لي كان دراج واحد في الدوره الماضيه دابا جوج انا السيكليزم بالنسبه لي خصو يعطي اكثر من هذا العدد إن بالفعل عندنا عندنا حنا زعما ماشي ضعاف رياضه السيكليزم في المغرب هذا سؤال ما عرفتش واش هذا هو الوقت فين نطرحوا اسئله على رؤساء الجامعات هنا اطرح سؤال على السي محمد بن رئيس الجامعه منذ منذ سنه 2007 ولا 2008 سي محمد بن الماحي نحترمو كلشي نعم نعم سؤال نقدر في لندن نقدر في ريو دي جانيرو تقول لي دراج واحد جوج وصلنا فهذا انجاز وكذا شنو اللي, نعم. أشنو اللي ما دارش حتى لدابا نعم شنو اللي ما دارش ما بغيتش نكون قاسي ولكن شنو اللي ما دارش على الاقل بلاصه جوج يرتفع العدد ولا تقول لي كاينه ميداليه محتمله نعم ومع الاسف راه الفوارق كبيره بيننا وبين صح. وبين بين دول اخرى صح انا تفرج في طواف فرنسا الاخير مم. تبعت فيه الكثير من المراحل اخويا راه النيفو طالع النيفو طالع لا نقاش النيفو طالع واحد الكاميروني بعدها واحد الفرنسي من اصل كاميروني مم. ما شاء الله ما شاء الله قياس الخير هو اللي القميص الاصفر في المرحله وقيل ما قبل الاخيره عشان على اي عطينا الطابلو السي إذا هذه من المفاجآت اللي فاجأتني أنا نشاركوا بجوج ديال العناصر في السيكليزم اللي احنا واحد الدولة ماشي نقول واحد الدولة واحد الرياضة اللي محترمة عند المغاربة و نقدر نقول لك على المستوى الإفريقي من المتفوقين الرياضة اللي كانت في طور النمو في واحد الوقت صحيح. ولكن واش غادي نبقى أنا قابل تبقى ديما في طور النمو بدون حساب بدون تقييم بدون نعم ما نعرف خاص واحد الوقت توقف تقول فين غاديين نعم لانو واحد الوقيته فعلا الدراجات غاديين مزيان وبدينا وبدينا نعم افريقيا وكنا معادله صعبه أيوه؟ افريقيا ما او مشارك بجوج سير المسايفه تيماندوي مع واحد جوج رياضيين مقابل رياضي واحد في نعم في الدوره الماضيه ما على اي كره القدم 18 لاعب مقابل السفر في الدوره الماضيه مقابل <تصفح> السفر <تسألنش> في الدوره آه. الماضيه اذا امي واحد ويقول لك راه التاهل راه انجاز هنا قالها خصو يستقل من وراها لا النقاش الجزء الثاني <تسألنش> <تصفح> <تصفح> نمشي للجيدو ياك من وراه الجيدو آه لا كرة القدم الجولف الجولف توا دو ما ندويش عليه بزاف الجولف كان رياضي واحد ورياضي كان في الدوره الماضيه نعم والجولف تبقى جولف نمشيو للجيدو الجيدو من الرياضات اللي كانوا عندنا فيها ابطال عالميين آه، الجيدو من الرياضات اللي كنتي كتقول هذه خصها هذه الرياضه خصهم يقربوا البوكس ولاتليتيزم حتى هما خصهم صح, صح. يعطونا ميداليه صح وذهبيه ميداليه انا, أنا باقي تنعقل على بلقايد اصاحبي عادي بلقايد اه بلقايد راه كان اه ما شاء الله كان مرعب أنا مستوى التطامي عالميا فين مشات الخبره ديال بلقايد وعلاش ما تسقلوش بها شباب اخرين وعلاش وعلاش اسمح لي المهم هاجي المفاجاه الكبرى المصارعه ميمكنش ما نشاركوا بالمصارعه بمصارع واحد هنا يسال سيفو مسكوت سنسولو سي يساءل سي فؤاد هذا واقع بلا ما تقول لي انه رياضي واحد وبلا ما تقول لي سيمسكوت مع كل احترام ليك تقول لي آه ملي جينا حنا كنا ما عمرنا ما تاهلنا للالعاب الاولمبيه اي تشكر وتو حساب ولكن واش غنبقاو ديما حنايا راه ما عمرنا آه. عم ما الناس راه كتقدم والا كانت شي مشاكل طيله هذه المده لانه ما تنساش راه كاين الدوره ديال لندن 2012 ريو 2016 طوكيو 2021 دابا الدوره الرابعه آه، الناس كتزيد لقدام ماشي كترجع للور وانا تنهضر علاش المصارعه لان يعني نقدر نقول لكم وثقوا بيا من هاد هاد الرياضات اللي فيها اللي هما تيدخلوا في لي سبور دو كومبا نقدر نقول لكم راه هي تتكلاس الثانيه في المغرب من ناحيه الشعبيه كره القدم أيوه. راه تابعهم البوكس والمصارعه لا لوت راه أغلب الشباب تيمارس لا في الاحياء الشعبيه خاصه انا علاش هضرت بالضروره على سيم سكوت لانه رئيس جامعه رئيس اتحاد افريقي اتحاد إفريق. وعضو اتحاد دولي نعم اذا المغرب يجب ان يكون قدوه ولا واحد العنصر اللي فعال في القاره ديالو وحنا على مستوى الافريقي الأفريق. على مستوى الافريقي قويين في المصارعه أه واش قويين ولا كنا قويين ولا بالامكان نكونوا قويين لا حصدنا ميداليات كثيره على مستوى أه البطوله الافريقيه المراه عند خويا الحسين انا رياضي واحد في الالعاب الاولمبيه لا صح كاع اللي عندك في من ملي تمشي ليا برياضي واحد اسمح ليا على الاقل على الاقل سير لينا بواحد واحد ثلاثه آه، ديال اربعه ثلاثه الاوزان اربعه الاوزان فيها على الاقل حيت حيت ملي كنقولوا افريقيا انا علاش تفاديت نحجبها شنو اللي خلاك أهل غير واحد هذا كتزتي من اقصائيات ما تاهلتيش ما تاهلتيش على الوحيد. اي إن حنا نتمنى لفؤاد مسكوت التوفيق في مساره ديال التسييري ديال المصارعه في المغرب وحمل ثقيل بطبيعه الحال ولكن نبغيو 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 فؤاد يجاوبنا علاش كنتمنوا لكل رؤساء الجامعات كنتمنوا لهم التوفيق ولكن ما يكذبوش علينا رؤساء الجامعات <applause> مازال مو... أنا, انا علاش قلت نتمنى للتوفيق لفؤاد مسكوت ويجاوبنا علاش فؤاد مسكوت ود الميدان عفوا ود الميدان ود المصارعه ود لا هو 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 ان ليتور هو, هو 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 مصارع هو تعرف هاد الحرفه مزيان وتقنها الى اخره فتنتمنى ملي تتكون ود الحرفه تتكون عندك غيره عليها اكثر وتتبغي تعطي فيها اكثر الى اخره فصدمنا وتفاجئنا بواحد مشارك واحد انا مثلا غير دايز غريباً. انا غير مواطن ما لا علاقة لي بهذ المعطيات كاع اللي كنسمع دابا عندكم الحسين انت تو... انت ومنير اوبري وجيت في المصارعة لقيت واحد غنتسال اه بطبيعة الحال هادشي اللي تنقول لك يعني فؤاد مسكوت مصارع فؤاد مسكوت لعب في التضامي فؤاد مسكوت الى وعندنا واحد في الالعاب الاولمبيه علاش واش مشكل في كاين في الممارسين في المغرب م. واش مشكل كاين في افراد المنتخب الوطني لانه كنا سمعنا بزاف السنوات الماضيه م. واش كاين مشكل في المعسكرات واش كاين مشكل في الامكانيات واش كاين مش... فين كاين المشكل صح واش كاين مشكل في الاطقم التقنيه راه جربنا بزاف راه جبنا اطقم من خارج واش الم... مش كاين مشكل فين فين وخصنا نعرفوا حيت الناس كتزيد لقدام نعم والمسرحه رياضه شعبيه كنا نعطيو فيها ابطال السباحه مشارك واحد جوج على مقابل جوج اه في الذكور مشاركه في الاناث انا دائما السباحه نقول علاش ما تنعطوش فيها ابطال هذا سؤال غادي غادي يحيرني انا تنتكلم على على اغلبيه المغاربه سباحه عوامه بالمعنى الدارجي لان احنا عندنا واحد الساحل آه واحد الشريط الساحلي ممتد صاحبي ولكن هل يكفي؟ انا هنا فين تنهضر على التنقيب كاينين العوامه كاين العوامه ولكن السباح إيه ديال الحوض و... اي أيوه ولكن دابا اش نقول انا دائما تربط علاش نربط هذا الامر بعدنا ملي قلت الكره الشاطئيه ربطتها بالرمله اللي عندنا الشاطئ الساحلي اللي عندنا من هضرت على السباحه ربطتها بالبحر و3500 كيلومتر ديال البحر علاش ربطها لان نفسها ينطبق عليها ما ينطبق على كره القدم كره القدم كنا قويين ومزيانين على مستوى الانديه وتنشوفوا طاقات تلعب في دونور ولا تلعب مولاي عبد الله ولا تلعب في مكناس ولا تنشوفوا ناس ملي تتقلب على هذاك الدري سواء مثلا تكلمنا على صلاه الدين بصير تكلمنا على بيتشو تكلمنا على كل شيء اللي بغيتي غاندي اللي جبد اللي بغيت للقدام لا اللي... تتمشي تقلب عليه تتلقاه ماشي هو اللي جا تقيد في الوداد او في الرجاء او في الكوديم مشى واحد مشى الدروبه والزناقي لاعبين في الدرب وهذا وبقى يتفرج وجابو انا تنقول هذا الشيء ينطبق على السباحه وين اه عباد الله راه كاينين العوامه راه كاين انا ولد عين السبع ولد البحر كان عندنا واحد دري اش غادي نقول لك سبحان الله حوته والله شوف والله العظيم حوته وكانه ولد وسط البحر عرفتي سبحان الله لا يكل ولا يمل من البحر وعوام بواحد الطريقه فظيعه جدا حتى انه في واحد التحدي وراه تعرفوا ولاد عين سبع انه في واحد التحدي على 10 دراهم دخلات واحد القارب فلوكة دخلات تولي تبان صغيرة قالوا لي واش تمشي ليها في واحد الحي الزمني ما شحال عطاو ما عقلش الي روتور ومشى وجا مشا وغادي تجيب لينا من الفلوكة شي حاجة باش هكا واحد الفرشية صفراء ولا شي حاجة ومشى للفلوكة عطاو هذيك ورجع سونزاري زاري بلا ميروبوزي مشا وجا هذا مثلا طاقة بحكم أنه كبر حدا البحر وهذا طاقة صافي ارتبط بالبحر دابا مثلا هذا علاش أنا ما نمشي ونشوفو ونجي وندخلو للكلوب ونقول ليه ها أنت ها القانون ديال السباحة وها كيفاش وها 50 متر 100 متر ها هادي ها هادي ها ونبدا نعل ونك... علاش علاش ما نهبطش البحر ونشوف العوامة ونجيب بال... ولا خاص دائما يجي واحد يدير لانسكريبسيون في النوتاسيون وباش يدير لانسكريبسيون في الناتاسيون ربما من الامر مكلف هذه و... لانسكريبسيون في, في هاد لي كلوب واش هي سبور دو ماس يعني من على سبيل آه. ممارسه السباحه آه. ولا سبور دو بيرفورمونس ديال آه. كتقلب على الانجاز الرياضي آه. وتيبان راه ما كاينش الانجاز المشاكل اللي باقي عندنا في المغرب اننا باقي ما عارفين باش ما كنفرقوش بين الرياضه والانجاز الرياضي نعم آه تهيئه تهيئ بطل للانجاز الرياضي راه ماشي صناعه البطل صناعه البطل صحيح صحيح الكروج نهار اللي شافوه الناس راه شافوه في البطوله المدرسيه نعم شافوا الطريقة باش كيجريو كي داك الشيء، طق هاد الدري هذا غادي يكون عنده، السلام عليكم، فاش زايد، فاش كتقرا، كتقرا، المهم كاين وقيس على ذلك في كل الرياضات، راه هنا فين خصك صح صح وهذا اللي تنتبه ولكن نحن مستهلكون للأسف كاين بعض الجامعات اللي ربما سدات المحل في هذا الباب مشات كتقلب على أبنائنا في الخارج دا. على أيام لا ساو أمين. سكيت بورد ما نهضروش عليها سكيت بورد اه شي حاجه مشارك فيها. اول مشارك واحد مقابل صفر مشارك في الدوره الماضيه نعم الانجاز انه تواجد في مم. الالعاب الاولمبيه الفروسيه نفس الشيء جوج المشاركين مقابل خمسه كاين تراجع كاين تراجع لماذا خاصني نجاوب على هذا لماذا التزلج هو نفس الشيء مان واحد مقابل صفر مقابل في الدورة الماضيه الدوره الماضيه تايكوندو، هذا آه هو صفر من الذكور وجوج من الاناث علاش حتى تايكوندو من الرياضات اللي كانت خاصها تقرب الملاكمه والعب صحيح وخاصها كانت تعطينا ابطال اولمبي تايكوندو، وكانوا ابطال ودازوا حدا ميداليات نعم حنا راه عندنا شامبيونان دي موند في التيكواندو في النساء وفي الرجال وعندنا شامبيونان دافريك انا نسول واحد السؤال عندنا جوج مشاركات اللي كنتمنى لهم التوفيق هاد البنيات هادو اللي غيمشيو صناعه البطل انت الحسين على راس واحد الجامعه مثلا ولا ولا في اداره تقنيه ولا في 2024 دابا انت لنفرض طول الله العمر وانت جالس في داك المنصب ديال المسؤوليه و... امتى انه كاين بطل ديال 2028 مثلا ملي كتكون عنده 15 سنه 16 طبيعه الحال كاين بعض المؤشرات اه شي فئه صغرى عندك شي نعم صح شي فئه فيتيان شي واحد دا ميداليه ذهبيه الالعاب الاولمبيه للشباب شي واحد دا ميداليه تما كتشم الريحه مع كل اسف راه كان متوفر لنا في التيكواندو في مجموعه من الرياضات ابطال من هذا القبيل اللي متوجين في بطولات العالم الشبان والالعاب الاولمبيه للشباب مع الاسف ضيعوا بزاف في لاكارير ديالهم ضيعوا بزاف الوقت باش انهم يوصلوا لابطال اولمبيين على راسهم وحده من البطلات ما نذكرش السميه اللي غادا دابا الالعاب الاولمبيه ضيعات نعم. بزاف الوقت في الكارير ديالها في الخوال الخاوي مم. حسابات الجامعه ماشي نعم. انا الاختيارات الى غير ذلك مم. علاش؟ مم. هنا يسأل بعض رؤساء الجامعات وبعض المدراء التقنيين رؤساء الجامعات على عدم التدخل لحل بعض المشاكل بعض المرات ورؤساء الجامعات بعض منهم على اختلاق بعض المشاكل مع بعض الابطال لا ما سلمتيش عليا لا ما احترمتينيش لا ما قلتيش ليا مسيو لا ما قلتيش لي صباح الخير لا الله يودي الوطن فوق الجميع للاسف والوطن فوق كل اعتبار راك كتضيع راه عندنا واحد الوعاء مع الاسف متقوب م. كيضيعوا منه بعض ال... بعض الشباب بعض الدراري اللي ممكن أنك تجيب بهم ميداليات من هنا 10 سنين 12 سنه ولكن لا والله العظيم اخي منير أه باش نمشيو الرياضات اللي يبقى بقات بقى الرمايه الرياضيه آه الرمايه الرياضيه شوف هادو مجرد تواجد واللي درتيها ارباح ارباح صح صحيح فأخي منير قبل ما نمشيو للفاصل ويكون معنا عبد الله ناصر ان شاء الله بعد الفاصل الحديث على المشاركه للمنتخب المنتخب الاولمبي لكره القدم أقسم بالله آمنا بالله أجزم فيها بحكم أنني ود الميدان ماشي الصحفي الرياضي حرف الأولى هي السبور حرفتي الأولى هي الرياضة لي سبور دو كومبا أشي باش بدينا حزيمة سوداء وغير ذلك مهم أقسم بالله إلى هذا الأرض لا تعدم طاقات لا ولاده وياكلهم الزمن انا تنعقل ملي كنت تنتريني كان عندنا فواحد الوزن واحد الدري عمري ما نسى سميتو منير ماشي انا بدا حيت قلتي الوزن لا الوزن انت لا انت نشدك في لاريت وزن فوق 90 كيلوغرام هذا تيلعب تقريبا موان 50 موان موان 50 موان 52 سميتو منير البدايه دخل الكاراتي في الكلوب اللي كنت انا فيه دخل باقي صغير دخل باقي صغير تقريبا صغير 8 سنين 9 سنين تقريبا تقريبا الشوفه ديال لونطرينر ديالنا ديال انه هذا غادي بطل هذا بطل شافو شاف الحرقه ديالو في اللاعب في الـ في الـ في الـ ولي كومبا ملي تلعبوا لي كومبا والى اخره تخيل واحد تيبان لك راه عنده امتياز فطري راه الغريب فطري ديال الله سبحانه وتعالى شنو هذاك الامتياز الفطري اللي كان عند منير جري ما تيخافش فهمتي تدخلوا الكومبا تدخلوا للطابي تلعب كومبا تقدر تختار لي واحد كبر منه اي اي غادي يعني كان خاصو سنوات ديال التكوين اه منه فونا. ميداليه اول حاجه الجراه ما تيخافش اه ما عندوش مشكل ما آه يتقصح ملي تيتقصح ماشي هذاك اللي ودري صغير ماشي تيتقصح ويبكي وخسك تجي تطبطب عليه وسط هذا الكلام الحسين سمعني نسولك هذه الجمعيه هذه هذه جمعيه رياضيه اه النوع ديال الجمعيات اللي كانوا كياخذوا واحد اللوكال ايه. كيديروا فيه قاعه رياضيه ايه. سميتو نادي نادي كانكوداي كان كوداي شحال من نادي شحال من جمعيه كانت في هذا البلد السعيد بحال هكا ديك الساعات معدودة على رؤوس الأصابع معدودة أنا كنظن كانوا بزاف لا واش لي صال وهذا و... هاد المحلات الصغيرة اللي قاعات آه الرياضية. كانوا بزافين ما كان في كل ال... ال... وفي كل درب كاين جوج ثلاثة إذا كانت الوفرة آه كانت الإمكانية ديال تلقى أبطال كاينة صح واش باقي هاد الشي دابا دا؟ لا ما بقاش كاين النوتيسم والتيور والسكن و... وطولوريل تحت هاد اللي كاين مهم على اي اما ال... كما قلت لي كلوب كانوا موجودين الانديه ولي صال الرياضيه ولي صال موجودين ما شاء الله لا صال هنا تدور مع الدوره كين صال ديال الكاراتي دور ليل درب الاخر كاين صال ديال الكاراتي المهم على اي هذا منير حياك الله الله جيل تقريبا ديال 19 عام 18 عام عرفتي شحال شحال من شامبيونات ماروك عنده في الرصيد ديالو شي تقريبا شي أربعة ولا خمسة ديال لي شامبيون هاد المغرب ما شاء الله لو انه ما حبش ومشى لبرا مشى لايطاليا قلب عليها بمستقبل خر كان غادي يكون ظاهرة في الكاراتي كاراتي شوتوكان كان يكون ظاهرة كان يكون ظاهرة درب هذا مستقبله في الخارج اه مشى صافي ديك الساعه ملي مشى وكون بقى هنا كان يقدر يكون ظاهره <applause> انا تنعطي مثال حيت ماشي على ماشي كان ماشي تهكم لو كتب له انه مثلا استمر في الرياضه هنا كان يقدر يخسر كارير ديالو في الرياضه لان الاستمراريه ما مضموناش مه. وكان يقدر يخسر عاوتاني المسار الدراسي ديالو اللي كان غيكمل غي لان مع كامل الاسف في المغرب خاصك تختار نعم صح يا اما يا اما نعم للاسف فانا ملي عطيت هذا المثال هذا عشتو كان تيتريني معايا انا كنت كبر منه فلاش كان تيتريني معايا تنقول لكم وصلت تقريبا 18 عام راه في البالماريز ديالو ملي بدا يتريني حتى 18 عام عنده ربعه وخمسه البطولات ديال المغرب بطل المغرب هذا والاولى والثانيه والثالثه والرابعه ماكدها وبانه ولكن كانوا شي حسابات ضيقه كانت شي اشياء خلاته ما يمشيش للمنتخب خلات بزاف ديال الامور على عين ها حنا فين تنهضر فالطاقات موجوده والله العظيم في موجوده في موجوده في تايكوندو موجوده في الملاكمه موجوده في الكره موجوده في السباحه موجوده انما خاص واحد العمليه ديال التنقيب وناخذوا بهاد الوليدات لان اغلبهم تيكونوا فقراء هادين فهموها مزيان اغلبهم تيكونوا فقراء ناخدو بيديهم تصرف عليهم الجامعه ما كاينش الجامعه كل جامعه في اختصاص صرف عليهم صنعي انت البطل علاش كاينه دراسة صنعي البطل ما فهمش كاينه جامعه وصنعي لينا بطل صنعوا لينا ابطال بغيت نقول شي حاجه عاوتاني وخفت لان دابا ما قبل الالعاب الاولمبيه و... وهي غتحسب غتحسب على اننا متشائمين ومع اه ونشويش دابا انت قلتي التنقيب وصرفوا داك عام 2008 بعد العوده من بكين بكين جبنا جوج ميداليات ميداليه, ميدالية ديال حسنا بن حسي وجواد غريب يعني نحاسيه وفضيه وانا ذاك كنا كنقولوا راه كانوا كيقولوا حنا كنا الناس كتقول بان راه حصيله شبه كارثيه جوج ميداليات <applause> لان الناس عندها ذاك <applause> المرجع ديك الخلفيه ديال هشام القروج جوج ذهبيات في في <applause> اثينا من تما جات الرساله الملكيه ديال الصخيرات اللي كان فيها بزاف ديال المعطيات خارطه الطريق <applause> واولى البوادر باش باش نكون واضحين الرساله الملكيه او بعض التوجيهات الملكيه راه ماشي غير ماشي غير كلام هكا معنوي ولا راه جا واحد المشروع ديال مشروع رياضي الصفوه نعم اللي فيه 33 مليار شنو الغرض منه؟ بحال كيقول يقول لك ملك البلاد أشخاصكم، الابطال اللي قراب شويه من المستوى العالي هالمعسكرات ديالهم هالتداريب ديالهم الرواتب الشهريه ديالهم هالامكانيات ديالهم زيد <applause> ماذا حدث من بعد شحال جبنا من الميداليه من بعد هذا المشروع الحوزي جبنا في الضياء ولا نحاسيه ديال عبد العطيه قيدر في 2012 وجبنا نحاسيه ديال محمد ربيعي في الملاكمه في 2016 والذهبيه ديال دي سفيان البقالي في الدوره الماضيه حصيله <applause> ضعيفه جدا بمعنى ملي كتجيك الفلوس كيجيك واحد اسمحوا لي نقولها العباره واحد الروبيني ديال الامكانيات تحل جمال الملك وبشراكه وباوامر مع يعني باوامر لشركات ومستشارين ديال رياضي الصفوه ماشي اي رياضي ماشي غتنقب ولا شوف لي الحسين الارقام ديالو قريب لا بيرفورمانس نعم شنو خاصك مدرب جيبو منين ما بغيتي معسكرات رواتب شهريه كاين ابطال اللي ما عمرهم ما كانوا كيحلموا برواتب شهريه <applause> زعما من بعد هذا الشيء شنو كان شنو شنو من بعد؟ <applause> انا علاش شويه كان وسائل واحد المجموعه ديال الرؤساء ديال الجامعات اللي من بعد هذا الشيء كامل راه ماشي من حقكم تقولوا ما بقاوش الامكانيات ولا ما كانوش الامكانيات. <applause> ها هو واحد الصنبور ديال الامكانيات تحل اللي ما بقى عندكم ما تقولوا فيه. تما عاد غتجي تسول الحسين كيف تمت الاختيارات ديال هاد الابطال والجامعات الرياضيه واش كانت الاستمراريه ولا ما كانتش كيفاش الناس دبروا هذا الامر هذا وزراء الشباب والرياضه اللي جاوا اللي تعاقبوا في وسط هذا المشروع واش داوها في هذا المشروع لانه نويل المتوكل ماشي هي مصيف بالخياط ماشي هو السي محمد اوزين ماشي هو ماشي هو, ماشي هو. هنا دونك اي حصيله جبناها في باريس ما هي الا تحصيل وحاصل ديال شي حاجه اللي ما مشاتش مزيان وانا اخاف ان هذيك الفرصه ديال هذاك المشروع ديال الرياضيه الصفوه نكونوا ضيعناها والخوف نتشاطر جميعا حيت نتشاطر الخوف علاش لان ما عطيتوناش واحد المنسوب ديال الثقه باش نعرفوا بان راه كاين ناس يخدموا كاين الناس يضحيوا وبوقتهم وعداء باش يعطيو للرياضه المغربيه باش يعطيو لهذاك الدراب اللي تكلم عليه هذاك وقال لك راه يكفينا فخرا اننا نرفعوا في رياضه معينه ف الخوف هو الذي هو سيد الموقف واتاسف نقول والله العظيم نقولها لان احنا مثلا تن... احنا ما تنزوقوش احنا تنقولوا اللي كاين غيرتنا على الرياضه كبيره جدا غيرتنا على الاستحقاق المغربي كبير جدا وليداتنا هادو احنا اللي تنفرحوا لا ما دار والو غادي نتقلقوا الى اخره خاصه ملي تتكون ولد الرياضه وعارف شنو هي الرياضه وعارف ما معنى الاستحقاق وعارف ما معنى تطلع في البوديوم ف الله يصوب الله يصوب الله يصوب زيدوا بالرياضه المزيان أه، عافاكم الرياضه ما مجرد رياضه لكن كان باقي شي واحد تيشوف رياضه عافاك الا كنتي باقي تتشوف واخا تكون رئيس جامعه انت حر ولكن الا بقيتي باقي تتشوف ورا وراه ورا وا راه عرقه ودوش الا كنتي باقي تتشوفها بحال هكا لنا راك خصك تحط السوارت وتمشي في حالاتك لان الرياضه ولا دبلوماسية لان ال... كاين دبلوماسيه الرياضه الان آه الله ما حقق المنتخب الوطني في قطر جعل المغرب في صفوه الدول اه صاحبي اه صاحبي راه را... را حرقنا مراحل كثيره على مستوى الدعايه للمغرب بالمنتخب الوطني المغربي في قطر وصافي آه وقال الحسن الثاني قال لك الناس عارفوا المغرب بعويطه ونوال <applause> من اخر خطاب له آه وقال الحسن الثاني رحمه آه الله عيد الشباب 1999 صحيح راه ملي تتعرف ملي تتعرف مثلا نعطيكم الالتيمات فايتين الالتيمات فايتين هذوك لي كومبار اللي تداروا في القفص هذوك اللعابه الان تقريبا اسمهم المقاتلين اه المسيطرين بالمطارعين. على لاكاج لا بغينا هذا المصطلح القفز الحديدي القفز الحديد لا بغينا المسيطرين تقريبا بواحد النسبه ماشي مسيطرين 100% هم الناس هما الابطال ديال ديال حدا روسيا دوك طاجكستان وشيشان و هاد الناس هما اللي الان مسيطرين على الالتيمات العالم كله تيقلب لماذا هذه الارض تعطي ابطال من هذه الطينه وجمايكا ما تمشيش بعيد لدرجه خبراء خبراء في الرياضه وفي الحرب وفي هذا البوكس مشاو لتما وتيدرسوا في الطينه المجتمعيه ديالهم علاش تعطيو ابطال من هذه الطينه ديك ما تمشيش بعيد جامايكا اللي سميت واحد الوقت جزيره السرعه نعم كيفاش كتخرج صح بولت عن طريق بولت واش بولت بولت وما جوار بولت خلى العالم داير الجامايكا جامايكا وما تبقاوش تسحبوا الرياضه راه عرقاودوش صافي الله يصوب امين اخر ما اقول المدرب ديالي انا في الكاراتي من خيره الشباب اللي نجبال الارض في الكاراتي الشوطوكان مصطفى الحيمر ان تري بون تكنيسيان خطير جدا تنقولش هادشي لانه اونترينور ديالي لا سانكيام دان ماشي ساهل يكون عندك ان كاراتيكا عنده سانكيام دان راه ما ساهلاش راه سانتير نوار وتوحل معاه سانكيام دان المهم هذا لونترينور ديالي من خيرة ما انجبت هذه الارض في الكاراتي فينا هو مصطفى راه في فرنسا تتريني بوليدات فرنسا بعد ما ما لقاش داك الشيء اللي بغاه في المغرب. وهاجر مده هادي قبل الرئاسه الجديده للجامعه ديال الكارتي قبل واحد الوقيته وانا عشت ديك الوقيته وشاركنا في بطوله المغرب بطوله الشاويه ديك الوقيته وتسير عرفنا كي كان ولكن المهم على أي ان اختار فرنسا وراه فرنسا وتعلم وليدات فرنسا وتعطي ابطال لفرنسا التي وضعت فيه الثقه وامنت بامكانياته بغض النظر عن جنسيته ولا لونه وهذا نزيف يستمر هذا نزيف يستمر انا غير ماشي بزاف بارك حتى كنشوف واحد واحد البطله مغربيه من شابات اللي كانوا في هذه السنوات الاخرى فيهم ريحه الميداليات نعم كنشوفها لعبه بالعالم البلجيكي للاسف شنو المشكله شنو المشكل دخلت معها في اتصال شنو المشكل كان عندها مشكل هنا حسب قولها هي ما نذكرش السميه باش نخليها مم. كان عندها مشكل هنا مع الناس ما قبلوش انها دير الموازات مع الدراسه فبما ان في الديار البلجيكيه توفر لها هذا الشرط انها تقدر تكمل الدراسه ديالها اللي هي بغات او ميم طون تلعب, تلعب. هاجرت الى بلجيكا وجات لعبات بالعالم البلجيكي في احد الدوريات الدوليه المقام بالمغرب والمشكله ماشي مثلا ماشي هي تزادت تما اختارت بلجيكا مشات من هنا مشات من هنا ولهذا لا اختاري ما بين الدراسه والرياضه ماشي اختاري ما ما بغيتش نسهل لك الامور دابا ولات كتخاد بسهوله زعما ماشي ما مشى داك الوقت ديال كتشد لاعب كتقول ليه اختار عندك بين والدراسة. اه. لأن حتى الدراسة تقدر تدخل في بعض التوافقات اللي الناس يسمحوا لك أن أومبلوا دي طون على حسابك. صحيح بزاف ديال أنا ما. صحيح. لا. تعنت. وهذه راه تدخل في صناعة البطل. خلينا طيب نقول راه ما عندناش. صناعة البطل. صناعة البطل في المغرب. كونوا واضحين. ويجي اي كان يريح. ها هو الكرسي ونناقشه هل في المغرب نصنع البطل؟ لا نصنع البطل بعد الفاصل إن شاء الله سنناقش مشاركة المنتخب الوطني الأولمبي دائما في الألعاب الأولمبية بباريس 2024 أولى المقابلات يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله ويكون معنا عبد الله ناصر عبر السكايب بعد الفاصل إذا نعود ونواصل معكم برنامجكم الرياضي 100% فار دائما مباشرة على قناتكم الفضائية الشدة آه تيفي ونواصل معكم أنا ومنير في الحديث على الألعاب الأولمبية ومشاركة إذا تكلمنا في الصنة وتكلمنا م... يعني تكلمنا ما بلا م... زواق م... قلنا م... اللي خصو يتقال واللي خصو ما ثلاث ميداليات محتمل محتمل ونتمنى الأفضل حنا حنا بغينا المفاجآت ونجيبوا 60 واحد يجيب 60 ميدالية ما شاء الله ان شاء الله ولكن على اي نحن بالمعطيات وبالارقام بالمعطيات الدقيقه العلميه فثلاثه الميداليات محتمله يلا الله يصوب نتمنى التوفيق للجميع يا رب يا رب يا رب وبغينا التتويج من بين المشاركين المنتخب الوطني الاولمبي لكره القدم يقوده سكيتيوي اسماء رنانه اسماء كبيره ستشارك ان شاء الله معنا للتعليق عبد الله ناصر السلام عليكم عبد الله مرحبا سي عبد الله عبد الله كيف الحال ورا دابا داكشي اللي بقينا انا ومنير داتنا الهضره على لي ميداي وشحال نجيبو الجامعات وهذا فلقينا بانه للاسف بالارقام ما نقدروا ما نفوتوش ثلاثه الميداليات بالارقام في انتظار المفاجاه بالنسبه لكره القدم المنتخب الاولمبي عبد الله انت في رايك يجيب ميداي عندنا فرقه تقدر تمشي بعيد حيت عندك تسعود تلعب مع ديالنا دابا كلشي اللي بها هنا غادي يلعبوا بها واش ديبون سا ديبون لي, ديالك, وصا ديالك, وصا ديالك, وصا ديالك جابو المستوى ولا في النيفو ديال الدراري الاخرين اللي كاينين دابا شتي الارجنتين الارجنتين جابوا اوتامندي جابوا الفاريز الفاريز جابوا الفاريز جابوا الغارديان غولي و... و وفاريلا ما تلقاتوش بورتو وما عندهم فرقه مزيانه تا هما وانا حنا اللي لعبنا التشكيله اللي قلنا هذيك النهار اخويا حسين قدروا نتعادلوا معاهم الماتش الصعيب ديالنا ماشي لارجنتين الماتش الصعيب ديالنا هو العراق والاخرين اوكرانيا اوكرانيا الماتش الصعيب ديالنا حيت بالك خاصنا نشربو لي جو وهذا لارجنتين قلت انا اللي فاتت قدر نتعادلوا انا تنظن وقيلا تنظن عبد الله ناصر انا تنظن بانه الماتش ديال لارجنتين غادي يكون المفتاح الى تلقينا فيه الهزيمه غادي يكون صعب الى خسرنا غادي يكون التاثير ديالها خاصه وخلوا وليدات محترفين وهذا ولكن تيبقاو عندهم واحد لاج اللي صعيب عليهم يتلقوا الهزيمه في اول مباراه ويلعبوا واحد المورال ديال ديال البطل يلعبوا به مع اوكرانيا ومع العراق والعراق راه منتخب صعب جدا دابا دابا خويا حسين هضرنا على ريشار شون نقول في <applause> لابرسيون لهضرنا على عزوزي مولف في لابرسيون حكيمي مع بي جي في دونك حنا المشكله يكون عندنا هما الدراري أه اللي في البطولة الوطنية دابا غاديين الجيوز أولمبيك، حاجة ما عمرو ما عمرو لعبوا في هذاك النيفو، ما عمرو لعبوا في هذاك أنا ما متفقش معك عبد الله أخويا أنا ما متفقش معك علاش؟ حيت درتي اللعابة ديال البطولة قلتي ما مولفينش، كنظن ما كاينش لا بريسيون أكثر من هاد اللعابة اللي في البطولة واللعابة اللي اللي في واحد البطوله وفيها الاضرابات وفيها المشاكل وعلى الاقل كيخرجوا ديك لا بيرفورمانس باش باش يلعبوا دونك هاد الشويه هاد اللعابه هاد ال... نقول واحد الربعه اللي كاينين دابا في ليكيب اولمبيك بالنسبه لي انايا وسط هاد اللعابه هادو كيستحقوا المكانه ديالهم تقول يستحقوا و... المكانه اخويا يستحقوا المكانه ديالهم اخويا منير انت تقول لك تقول لك أدخل... دخلوا دخلوا واحد النيفو اخر ديال الكره لا قرنيتي لقرنتي... ليكيب اولمبيك ولا ليكيب ناسيونال ديالنا اللي غادا دابا بالدراري تيلعبوا في الكرون دي كرون زيكيب انت جاب واحد ماشي مقياس ويكونوا كيلعبوا في لي كرون زيكيب خويا حس اخويا منير انا شوف لعبت لكم دي موند لعبت لعبت في اوتر بريسيون واخا كنت تلعب في مالين تدخل تدخل راه اوتر بريسيون خويا تلعب اوتر بريسيون لا ما نقولوش هذيك لا بريسيون بان الامور الاوتوماتيزم لوتو... بدات تلعب هذاك الشيء اخويا منير راه ماشي كيف كيف انا ما تنهبطش من لعبه المغرب كونترير وك... راه كونترير انا بديت في ليكيب ناسيونال راه كانوا 18 من ليكيب المغرب وثلاثه ديال برا ودابا انا ماشي كنهضر على ذاك أنا كنهضرش على المحلي ولا على لي جوور لوكو ولا لي برو لا انا كنهضر ال... اللي... ولل... بعدا على على هاد ليكيب هذه واش واش قلتي اسماء رنانه واش كاينه اون ايكيب السميات كاينين واش كاين انسجام واش كاين شحال شحال عاشوا مع المشكل ب... بطلب... اللي ناقشوا اسك لو بون توش ديالك كيما ترانا حنا في ليكيب اف لا كوب دي موند ولا في لا دافريك واش البون توش ديالك اللي اسي بيرفورمون بو رومبلاسي لي جوور لي 11 ديالك لا بعدا لو 11 دو ديبار عبد الله عبد الله لو 11 دو ديبار بعدا الا جينا نقراوهم انا وياك هنا واش بعدا مخيطين مزيان ولا لا راه لا ديفونس كلها يقدروا نسميها اون ديفونس اكسبيريمونتال غتلعب مع بعضياتها اول مره اول مره منير هضرنا عليه انا وحسين لا ما باسي هضرنا عليهم لعبنا شي ماتش هضرنا نعم. على هضرنا على, على المشكل ديال الديفونس صح المشكل ديال الديفونس واللعابه ما مستجميش عندك دابا البيو تيرا وي حتلعبوا بعضياتهم ديجا بلاتي حتى هذه نقطه فين لعبوا مع بعضياتهم لا كاف اخر مره لعبوا مع بعضياتهم سيتي كونت ليجيبت في لا فينال ديال لا كوب دافريك او 23 العام اللي فات ايوا لا كاف راه عام دابا باش لعبوا مع بعضياتهم مش كل يلعب مع بعضياته ولكن على خنوس عزوزي وياسين كشطه ريتشاردسون واسامه الغالي ولكن وزلزولي وزلزولي هادي عام دابا باش لعبو من بعد شوف كاع لي دات فيفا ولي ماتش اميكو ما عمرهم ولكن 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 تتبقى ولكن تتبقى الفكره انا لعبت معاك عبد الله ناصر واحد جوج ماتشات ولا ثلاثه راه صافي انا عارف كيفاش تلعب واخا نبقى عام ما نلعبش معاك راه غادي نجي نعرفك كيفاش تلعب كاين عاوتاني مدرب جديد تكتيك جديد التاكتيك اللي يقدر يختلف ولا يبدل اما طريقه حيت... اللعب انا أعرفك كيفاش تلعب حيت عبد الله شنو انت تبغي عبد الله قال كيلعبوا في ليكيب ا آه مي في ليكيب ا آه وما لعبوش مجموعين <applause> بار شي ماتش ولا جوج اللي لعب فيه العزوزي وريتشاردسون <applause>

خاصة انت ما ليكيب ليكيب اولمبيك ديالنا انا هاد الفرقة غادا داروا لي زونطريمون لعبوا ماتش أمبيكال كونتر دوزيام ديفيزيون غلبوها واش هاد الفرقة ناسيونال ماشي دوزيام ديفيزيون ناسيونال كاع ناسيونال فرنسا فرنسا لا اخويا دابا شوف هذا هذا هو ما يقلق احنا دابا عندنا السميات انا قلت لك سون باسي الحسين عبد الله حنا <applause> ليكيب ناسيونال ليكيب ناسيونال ولا اي كيب تتبقى شهر حتى تبدا بريباري حتى نعم للاسف وعبد الله هذا مشكل كبير نكونوا واضحين فيه انه عندنا منتخب وطني اولمبي بالسميات ديالو ما واحد يقول لنا عافاكم تشويش وهاد الهضره هذه وخليهم يلعبوا لا خلينا من حقنا حنا نديروا التحليل ما يحرمنا حتى واحد من التحليل هذا آه لا 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 لا. مشكل كبير هو وعندنا تبارك الله سميات وازنه كرويا ملي تنتكلم لي على بلال الخنوس نتكلم لك على واحد راه لعب الكوب دي موند ملي على الزلزولي واحد راه لعب الكوب دي موند ديال قطر ملي تنتكلموا على العزوزي ريتشاردسون لعبوا الكاف كما كم قلتي لا فوالا سميات الحاكمي وما ادراك أه. ما ولكن راه مشكل كبير هو الانسجام علاش هاد الفرقه ما درناش واحد الاستراتيجيه حنا تابعانا الالعاب الاولمبيه اييه اه تابعانا علاش ملي من تاهلنا من ما نديروش من واحد الاستراتيجيه ديال الماتشات الاميكو لي ماتش اميكو يبداو الناس يديروا انسجام شكون هذا اللي غيدير استراتيجيه ايوا <س fluid> واش اللي غيدير استراتيجيه هو اللي جاب عصام الشرعي حتى نوفمبر 2022 واش هو اللي بدل عصام الشرعي وجاب طارق السكيتيوي حتى حتى مارس قبل لا دات فيفا هذه أه هاد الفئه هذه كلات العصا او نيفو ديال لا ستابيليتي ما استقراتش وي سي كوريكت ما استقراتش <applause> <applause> وهاد هاد الجروب هذا اللي, دبل اللي, اللي غادي دابا اللي كنتمنوا لهم التوفيق بعد غدا راه شنو نقول لك كاين فيهم لي الله ده ده آه. اللي يلاه كيتعرف عليه السكيتي في هاد فرنسا اليوم دابا دابا خويا منير اه راه هاد المشكل عندنا تاع مع ليكيب ا راه ماشي اللي حنايا حنا, يعني حنا غادي لا كوب دي موند تنهضر على راسي دابا 94 تقاتلنا عامين تقاتلنا عامين خسرنا ماتش واحد زامبيا كان فينا لاكوب دي مون مشينا لاكوب دي تبدل حيدو حيدو لوزاني جا جا, جا بليندا الله يرحمو الله يرحمو بجوج حيدو حيدو خمسه سته لعابه اللي كانوا توتيلير جابو شي وحده ما عمرو لعبو ما شاركوش في الاحصائيات مشاو مش للكوب دي صحيح لا داعي لا داعي لذكر الاسماء دونك دونك خويا منير حنا كيما كيما لاتليتيزم اي سبور تجي تجي واحد اللحظه تجي لحظه عاد تبقى تبدلو عاد تبقى تقلبو يجي الشارع علاش حيدوه حيت ما تفهمش مع ليكيب كيب نعطي ديال اللي كيب ا ديالنا حيت قالو تعطيني اللعابه باش يلعبو لي ماتش ميكو ديالنا وداكشي حيدوه جابو شكيتي ودابا كيفاش هذا المدرب كيفاش هذا المدرب بغيتي دو مو يصعب لك ان ايكيب سي امبوسيبل اخويا منير صح واللعابه ديال البطوله الوطنيه ديالنا يجيب مع الدراري تهضرش راه غير مقبول عبد الله واش أدو... تبان لوجيك عبد الله واش تبان لك انه ما بقى والو الالعاب الاولمبيه بقات ليها تقريبا تنظن خمسة 20 25 يوم تقريبا وباقي احنا ما عارفينش التشكيله باقي ما عارفين الاسماء شكيلة... اللي المنادات عليها للمشاركه شتي هاد القضيه الحسين اللائحه لا, لا ليست ما آه كان فيها دل... مشكل كان فيها مشكل ديال هذا وهذا وهذا وتبين من بعد راه شحال وحنا كنا كنهضروا هنايا راه تقريبا من شحال هادي راه فخر الدين اللي كنقولوا ليه على سلامتك راه شاهد على هذا الشيء شحال وحنا كنهضروا ان كاين بزاف ديال الحوايج اللي الناس ما منتبهينش ليهم راه عباد الله الالعاب الاولمبيه ماشي ضد فيفا ماشي ضد فيفا وجدوا نعم. جروب يكون الارجي لانه في اخر لحظه هاد الاسماء اللي معول عليهم راه يقدروا لي زيكيب في اخر لحظه يقول لك انا ما غنطلقش وبانت اسماعيل السيباري ديال بي اس في قالوا ليه لا لي دو جوور اللي كانوا في لاطاك كاع يانيس بقراوي يانيس بقراوي هادو اللي خلي لي فايتين لاج هادو اللي في السن الاولمبي نعم. وما مشاوش جيتي تلفت اللور اش لقيتي هما هاد اللعبه يعني. اللي قالك لك عبد الله اكرم النقاش اللي دار واحد لا سيزون ما لعبش مزيان في اتحاد توارقه هيثم منعوت آه المهدي موهوب دابا اللي عنده انو في يقدر يمشي يقدر يمشي لروسيا حمزه ايجامان اللي كانت مشى لكلاسكو دونك نعم عبد الله ما وجدتيش حنا حنا <applause> نعم هضرنا على هذا الشيء قلت لك اخر اللائحه على هذاك الشيء عليه نعم نعم هضرنا فاش قلت لك انا فاش قلت لك في ليميسيون قلت لك راه لا فيدراسيون خاصها تكونتاكتي لي كلوب اللي غادي تطلقوا اللعابه ديالها لا ما تلقاتهمش لا ما تلقاتهمش هضرنا عليه لا بيزي ما تلقاتوش راه خاصك ديجا ان موان ان افون ولا ان موا تتصل مع بيزو تقول لهم واش طلقوا اللعاب لجوج اولمبيك ولا لا صح باش تعرف انت شنو تطلق... غادي دير انا قلتها في ليميسيون انا قلتها ناقشنا ماشا. ناقشنا مع الفراقي ديجا كل فرقه تطلق اللعاب ديالها كل فرقه ما تطلقش اللعاب ديالها باش حتى تعرف ديجا ان موا لو عندك ولا ما عندكش صح دابا المشكله المشكله غادي ترانا كما قال لك منير شحال من ماتش لعبنا لعبنا ماتش واحد واش الدراري يعني عندهم لوتوماتيزم واش واحد يلعب جراء غوش واش يتفاهموا بيناتهم راه غادي تكون مشكله عندنا مي تشوف ليكيب ديال الارجنتين راه فرقه مزيانه اي بارمي موا انا تنقول لك انا بور موا مع فرنسا اي زوتر زيكيب سي ان فافوري دونك الماتش الاول الا تعادلنا راه مزيانه و الا خسرنا لي دو زوتر ماتش يكونوا صعيب خاصنا نزيدو ماتش ديجا تغلبوا انت تبريسو ولا خسرتي واش واش هذا الجروب يقدر على الضغط؟ واش هذا الجروب؟ واخا عبد الله عبد الله انا باقا واحد القضيه باغي نفهمها مزيان دابا هضرنا على الانسجام وعندنا مشكل في الانسجام بحكم انه ضيق الوقت وباش شعلنا تلاليس وباش دخلنا في, في 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 يعني مباريات اعداديه درنا مباراه ولا جوج فغير كافي بتاتا انك تمشي وتلعب على الميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه صعب جدا واخ من بين الاشياء اللي انا تنطرح فيها السؤال وتثير القلق تنقول عندنا بزاف سميات في بوست واحد دابا مثلا ملي تمشيو تيران عندنا بزاف في تيران ولا على مستوى على مستوى ولا تاك عندك رحيمي عندك بن صغير عندك ريتشارسون عندك زلزولي عندك بلال الخنوس عندك ال... يعني عندك سميات كثيره الاختيار ديال المدرب وكلهم سميات تبارك الله شكون اللي غادي تحط في البونتو شكون اللي غادي تلعب انت نعطيك الرسميه وانت ما نعطيهاش لك كدير تتقنع دابا دابا المشكل واش هذه ما تقدرش تكون لنا مشكل عند السكيتيوي دابا دابا المشكله, عن المشكلة شكون عندك العزوزي مثلا العزوزي العزوزي بلا الخنوس ريتشارسون مثلا غير السؤال بعدا العزوزي شحال دار من حصه مع هادو فرنسا راه الله دابا المشكله اخويا منير شكون آه. تحط أجوش، واش رحيمي ززولي ولا بن صغير يلا شكون تحط شكون أجوش. راه ما عندناش انا اتاكون راه ما عندناش انا اتاكون كاينين جوج دو اتاكون دو بوينت كاين موهوب هادو. اللي اتاكون هادو. دو بوينت بور وكاين رحيمي اللي غادي موهوب هو اللي غادي نقولوا اتاكون دو بوينت, بوينت. صغير. وعندك بنت صغيرة غوش اخو ماش ادروات ولا زلزولي شوف فين غتلقى ليه لا دابا ما تنهضرش انا على شكون اللي غادي يلعب لينا كلو الدراري يلعبوا دابا دابا اخويا حسين فهمت لا كيسيون انا كندير انا كمدرب نقول تريح وتلعب وهاديك شخصية المدرب ديك إلا ما قدرتيش تجيري هادي هو راه راه هنا فين تجي الصعوبة راه هنا فين تجي أنا غادي نجلس بن صغير مثلا ونلعب الزلزولي شكون اللي يضمن ليا بن صغير يبقى بالمورال ديالو باغي يلعب غادي نلعب بن صغير ونقول الزلزولي شكون اللي قال لي غادي نلعب رحيم ونقول الزلزولي مثلا مثلا انا تنظن بهاد الامور هنا هذا الشيء هو اللي تيتخدم وقيله في المارشات ديال ال... البريباراسيون ياك عبد الله دابا خويا خويا المشكله, المشكلة م -م. مشكله لا التشكيلة تشكيله اني با ايكيليبري امم التشكيله با ايكيليبري اني با ايكيليبري راه راه عندنا مشكل في لا ديفونس بعداك <applause> اه صح <applause> <applause> صحيح مشكل كبير, كبير. صحيح هذا مشكل كبير في لا ديفونس كما قلت لخويا منير راه عندنا مشكله اخويا اللي ترو دي جوور كي سون لو ميم عندنا بزاف تاع لعابه لي زون لو ميم دونك دونك كيش بلو تيران لعب ريسارتسون والعزوزي اغدوش قدامه يلعب يلعب بالصغير أ... اغوش اغماش ادروات يلعب رحيمه بوينت ولا اوتر واش نلعب واش نلعب 4 3 3 واش نلعب جوج 2 4 4 2 واش 4 5 1 اصبروا كما كما قلنا ما لعبت ماتش اميكال ولا 3 ولا 4 ماتش اميكال باش يشوف فرقته واش هذه الفرقه مي تدير لي شونجمون تلقى في الميم ريتم ولا تتهبط الريتم واش الدراري الدراري ديال المغرب وديال اوروبا غادي يستاجموا ولا ما يستاجموش مبارك مبارك شحال من ماتش لعب في الرجاء لا ديلي. مبارك في في لي ريزيرف لي ريزيرفيست دونك. ما كاينش في لا ليست اوفيسيال، كاين مع ثلاثة اللي غيبقاو على برا. إذا ما غاديش نلعبو باتاك دو بوينت اتاكون دو بوينت كاين جوج، كاين مهدي موهوب وراح يمي. وموهوب هو ماشي في لا ليست اوفيسيال. لا مبارك. اه مبارك. مبارك ماشي مش آه. موهوب. مشيت مع موهوب. دابا دابا اخويا منير تفرجتي فيهم موهوب هذا في العام ياك؟ تفرجت فيهم تفرجت فيهم تفرجتي فيه هذا العام ياك؟ تفرجت فيه. إلي تفرج في تفرج با موفي. mais est-ce que est-ce que cette joueur là va porter l'attaque ديالنا كلها بتحط عليه طول لا برييسيون بسكين اللي عليه بوحدو آه اش غنقول لك مازال كون كان معاه ايغمان اها نقدر نقول لك وديجا سكيتيوي كانلعب بهم بجوج ماتش اميكال وهذه نقطه مهمه عبد الله ناصر اللي طرحتي مهمه تخيل معايا ان سكيتيوي يلعب بموهوب ويلعب معاه كأتاكون دو بوانت يعني هو البيتور و... و وكل شيء غادي يلعب عليه أي يلعب عليه اي بن صغير من هنا زلزولي من هنا كلشي شيء غادي يلعب عليه أبا... غادي تولي بريسيون على موهب انا 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 جي ريفيرس لا كيسيون اسك موهب قد على اوتامندي البريمير ماتش غادي غادي, غادي... اوتامندي غادي ماركي واش يقدر عليه ولا ما يقدرش عليه ونفس السؤال غنقول واش 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 وش... بوغامير وعادل تحيف غيقدروا على الفاريز راه هي أو هي فين ما شتي فين ما مشيتي

سون كونفيونس هذا العام اللي تي با كونفيونس لعب دو ماتش مع ليكيب ا آه. ما لعبش هبطوا هبطوا لي سبور ديالهم كي تروزيام ديفيزيون وتا جابا جيبو لعب ضد الفاريس ولعب ضد لي زوتر جوور عبد الله انا انا غنخرج لها مباشره الحسين وغتسمحوا لي يعني كنهضروا على الاختيارات كنهضروا على شوا واش لي شوا بيغمون طريق سكيتيوي ولا كاينه ريحه لي شوا ديال وليد الركراكي فهاد 18 لان انا ما غاديش نقول انا متاكد ولا يعلم الغيب الا الله هاد 18 كون طلقتي طارق سكيتي هو اللي غايدير لي ما كنظنش بزاف ديال اللعابه غيكون بصح والدليل عندي واحد المعطى ديال لي ماتش اميكو اللي تلعبوا في انطاليا فاش كان طارق سكيتي ويا الله جا راه شفنا واحد التشكيله باش كندخل بان فيها الفكر ديال طريق سكيتيوي وبلا ما يجي شي واحد يقول لي يا راه وليد الكراكي طريق سكيتيوي لا ميم ايكول لو ميم ستيل ماشي لو ميم ستيل نو <applause> نهائيا لا أه سكيتويتي لعب ما تيحل اللعب سكيتويتي بادر تيهجم ما تيخافش دونك أه احنا غير غاديين كاين رضا الوالدين كاين السميات كيف قلتوا والنيه والنيه صدقات واحد المره واش النيه النيه خصها الخدمه ممكن خصها دابا النيه دابا منير خويا منير دابا حنا ترجعوا لبان بوان ترجعوا لبان بوان كل ديما انا سيك تيوي راه دار الى فان بون سيزون في توركا لا مانيير كيلا لا جوي مع توركا <applause> لا مانيير لي دار ايكيب ايكيب ما خصنيش نقول مويا مي با غران ايكيب في المغرب الى فان بون ريزولطا راه قلتي واحد الكلمه دابا راه لعب واحد التشكيله ديفيرو الماتشات اللي لعبت اه عقلت عليها بعد هذه لعبات ضد ضد ويلز لعب لعب تشكيله اخرى ولعبوا بزاف الدراري المغرب دونك دونك اخويا دابا اسك سيت اونترونور كما قلتي انت هو اللي تحمل هذه المسؤوليه لا طوندونس واخا قول لي عبد الله ناصر حنا تنعرفوا بانه في احيان تيكون عندك لعاب محوري اللاكس دي جو وتتلعب وتقدر دير ان تاكتيك عليه بحال واحد الوقيته مع 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 المرابط والركراكي كان 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 الركراكي يعني تيدير اللعب ديالو على مقاس المرابط أنا ما كاين حتى شي واحد ولا اللي غتبني فوالا بغي هذه اللي بغي نسول عبد الله ناصر عبد الله ناصر واش هاد الاسماء اللي اختارينا وحنا ما تنقسم من تاج واحد كلهم دي تبارك الله واش عندنا فيهم لعاب محوري اللي نعول عليه وندير عليه ان تاكتيك كمدرب امبوسيبل <applause> ما كاينش زلزولي مثلا نو زلزولي ما وصعيب ما يكونش عندك لاعب محوري في الفرقة ودابا دابا المشكلة هي عندك راه <applause> ما عندكش ان ليدر واخا عندك حكيمي نعم كان حك... حكيمي سي با الليدور وانا كنت مدرب ما نديش حكيمي وتا البوست ديالو ما يخليش يكون الليدور ليدر هكا البوست ديالو كديفونزور هذا ما يخليش يكون الليدور ليدر عندنا مشكل في أريال سونترال في اريا سونترال عندنا مشكل نعم حتى مشكل في اريا سونترال كان يمشي خلية. اجرد في هذه الحاله التشكيله ما سمحش لي الفريق ديالو اش التشكيله اش التشكيله راه عندنا مشكل في لا ديفونس بلي تيرا تقدر تلعب مع ريسارد شون آه العزوزي آه بلا قدامهم تقدر تلعب بن صغير ادروات اغوش اغوماش ادروات ونلعبوا بالراحمي ان اتاك نقدروا نديروها ولا نقدروا نلعبوا كان مي لا ديفونس كيفاش تلعب نعم انا انا ما تنشوفش معايا ما, ت... ما تجاوبش معايا عبد الله ناصر بانه كانوا لا داعي المحمدي ما, تن... ما ما لا داعي المحمدي نعزوا الديفونس كان خاص خسنا... كان خاص غارديان دو بيتو ولكن خاصنا احنا خاصنا اريير سونترال علاش غارديان دو بيتو كان كان ما عرفت انا تنظر ياميق ولا اكرد ما ما خلوش لياميق مثلا تو لي زيكيب دو غارديان دو بيتو تو لي زيكيب تاع الارجنتين غادي بيغولي 32 واحنا عندنا مشكل في الأريير سونترال شكون اللي يلعب دابا هاد الدور هذا ما عندناش شي واحد خاتر كان على الاقل ما كاين أقرد ما كاينش ما سمح واش كانت عندك الجرأه واش كانت عندك الجرأه تحيد واحد من هادو اللي في الصوره اللي في الميليو تيرا هاد الجروب اللي في الميليو و فورسي. آه لا ديفونس المشكله هو ان ما كنتيش تقدر تحيد شي واحد من هادو ومصلحه الفريق عبد الله اخويا دابا دابا التشكيله اللي داروا اخويا حسين التشكيله اللي داروا راه ما نقول اشويه تفكير بزاف عشوائيه عشوائيه عشوائي عشوائي. ها اش اقولها عشوائيه منير قال عشوائيه واخويا حيت عرفتي علاش عبد الله شوف والله العظيم ملي كتبغي تراهن على, على شي ايكيب كتقول راه كاين واحد البني كاين واحد آه واحد العمود قاري من 18 كاين واحد 10 11 الا بغيت نجرب كنقول هذا ما تلقاتوش ليكيب كناخذ هذا وكنزيد وكنزيد كان عندي شي حاجه هنا راه بان ليا من هذه الهضره اللي كنقولوا كاملين كلشي كتجرب فيه غادي نحط هنا غنحط هنا غندير هنا والاهم الاساسات ديال الفرق باش تربح ما عندكش واخا عبد الله وي خويا شو واش متفق معايا ولا لا واش الشيء اللي تنقول عنده منطق كروي انا قلت بان طبعا. الاساسات ديال الفرقه باش تربح ما عندكش ما عندكش لاغيير سونترال ما عندكش جوغ دو لاكس في ميليو تيران صانع العاب وما عندكش ان هادو ثلاثه ما مكيني. واش ما كاينينش عبد الله ولا كاينين وانا غلط شوف لا سما باسي قلناها لا سما باسي قلناها هاد الفرقه هادي عندك عندك دو سيمين ولا ثلاث سيمين في الجوج اولمبيك يلاه لا فرقتك دونك ديجا كان عندو مشكل كيما قال منير حيت سي با ادات فيفا <مم> كون كنت ادات فيفا راه دي معاك بزاف كان عندنا فرقه كان عندنا فرقه وني بارمي لي مايور مي دابا حيت دابا اون ديريير مومون ما جاش هذا ما جاش هذا ما جاش هذا عاد بقاو تيقلبوا ما قلبوش قبل كيما كيما قال منير جمعوا هاد جمعوا هاد اللعابه مي تجيب لعاب من التروزيام ديفيزيون ما لعبش حتى توت لي ماتش في التروزيام ديفيزيون ما لعبهاش حيت ايتي ايتي ماشي في الفورمه ديالو صدقنا دابا عندنا مشكله في الاريا سونترال اسمح <applause> 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 واش سكيتيوي غادي تحمل المسؤوليه دابا على هاد لي شوا لي دار حيت دابا لا دزنا راه مزيانه راه ما دزناش هو يتحمل المسؤوليه ديالها يحرق راسو نعم وسيرتو انه خدا الفرقه معطل معناتها تنظن باش يتحمل المسؤوليه ماشي ما اخويا حسين نخرجوا لها ديريكت كان طونك الكوتش ناسيونال سان فير دا دي شوز لا في لي يو في ولا ليكيب اولمبيك ليكيب سبور ديالنا راه عندنا بروبليم اخويا

le Shahid, un autre entraîneur, j'ai un autre entraîneur à trois ou quatre semaines deux mois avant les Jeux Olympiques, c'est pas normal. Allez, du charay. Avec la question, nous devons aussi le poser. وهو باش مهم على اي هذه القضيه ديال حيد لونترينور هو في تحفظ لا فيدراسيون اللي لا فيدراسيون تت... تت... هل... لا فيدراسيون ماشي هل... الركراكي حنا تنعرفوا لا فيدراسيون اللي بتوصية من الركراكي <تصفح> <تصفح> لا دابا دابا المشكلة تكون عندنا خويا كما قلت لك كانت, كانت بتوصية من الركراكي بحكم انه مشرف وعنده الشوفة وتقول هذا راه ما صالحش لنا وحاجة أخرى إذا إلا صدقات ليكيبرا هو اللي رابح مم. إلا ما صدقاتش هو اللي خصو يتساءل ولا خصو واخا عبد الله ناصر آه آه باش نختم معاك ونختمو آه عندنا مقابله يوم الاربعاء اللي غادي تكون معنا فيها في التحليل ان شاء الله بعد المباراه ونشوفوا كاع الشيء اللي قلنا آه ماذا الصواب فيه آه آه أمام الأرجنتين نهار الأربعاء إن شاء الله مع الجوج آه آه في نظرك في نظرك كاتكون النتيجة كي غادي نلعبوها بهذا الشيء اللي قلنا ما عندكش اغير سونترال ما عندكش صانع العاب في التشكيلة ما عندكش ان ان فري بيتور بيتور ايه موهوب ما نقصوش منه بتاتا ولكن مثلا الا جبتي لي مثلا الكعبي ما غاديش نقول ما نقارنوش مع موهوب لا ميم بحال بحال ما نقارنوش لا هو الكعبي تجربه لعب في اوروبا لعب واش لي الكعبي ولا موهوب ولا النصيري ولا رونالدو ولا اللي كان شكون اللي موراه شنو ليكيب اللي امم تضحك تضحك عبد الله ناصر وراه عنده الصح منير عنده الصح دابا دابا الناس خصهم يفهموا واحد الحاجه راه ميليو هو الموتور الفرقه ديالك

راح تقول 3 4 0 4 مالك انا سؤال بغيت نسولك عبد الله بغيت نسولك الله يجازيك بخير حكم العين التقنيه اللي عندك انت لعبتي الكره وبغيتك تجاوبني دابا اون ايكيب حنا الله كنجربوا دابا نقولوا <applause> اون ايكيب ان 18 اكسبيريمونتال ياك قدرت تصدق معنا في الماتش الاول راه الوالدين اللعابه الفرديات آه رحيمي يخرج لك بشي حاجه الياس بن صغير يخرج بشي حاجه زلزولي يعني غتعتمد على اش آه كيسميوه الفرديات الفرديات ديال اللعابه باش تجيب ان آه ريزولتا تقدر تجيب ريزولتا تلعب به الماتش الاول واش هذه المساله غادي تبقى معاك في الماتش الثاني والماتش الثالث والماتش الرابع ولا هذا الشيء كيسالي مع الوقت خويا خويا بونير انا نعطيك اكزومبل حنا بدينا حنا بدينا مع لوزاني درنا ان ايكيب آ... نهضر على راسي دابا اه انا كنت كان حضروي أجوش... نيبت ابرامي انا دروات لعبنا لعبنا تولي ماجي كاليفيكاسيون لي ماتش اميكو لعبنا واحد الوقت اخويا منير انا عارف لو طلعت ابرامي غتشد لي بلاصتي عارفها عارفها لوتوماتيزم ديال الماتشات اللي لعبنا لوتوماتيزم لعبنا سلكنا سلكنا ضربنا السينغال واحد ثلاثة وسلكنا الماتشات الماتشات اللي صعاب سلكناهم علاش؟ حيت مستهجمين عارفين كيفاش تلعبوا دابا هاد ليكيب هادي هاد ليكيب هادي جديدة حتى واحد ما عارف حتى واحد كيفاش تيلعب المشكلة واخا يكونوا فيها الكويرية واخا يكونوا كويرية لوتوماتيزم كاين يدير لا العزوز يطلع ولاخر ماشدش بلاصتو غيكون ليسباس في الظهر ديالو هاد المشكله هو اللي يطرى واخا تعدل مع الارجنتين الماتش الاول الماتش الثاني الماتش الثالث تغادي والماتش وهذاك الشيء انت تغادي والعيب ديالك تيبان كما تقولو حنا في الكوره صح صح هو صعيب تبني في, في اقل من شهر تبني فرقه بالانسجام ديالها وكل واحد فاهم الاخر و... صعيب 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 صعب سا آه. ديبون آه. سا ديبون عاوتاني لي كاركتير ديال الدراري نعم نعم سا ديبون كيفاش لا شونس اللي عندك الميليو تيري ولا تاك ديجا لعب انصوم دي ماتش ديزا دي ماتش اميكو انا تنظن لا ديفونس ويلي تكون عندنا مشكل وعندنا بون غارديان محمد ما, 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 يكونش ما, يكونش عندنا مشكل ديال النجوميه في الفرقه يلا بغيت نسولها ما يكونش عندنا مشكل ديال النجوميه شكون النجم اللي جاي هابط اللي هابط آه. من ليكيب ا شكون ما يكونش عندنا صراع في الفرقه ديال رحيم يبغى يكون نجم زلزولي لا حق انايا النجم حكيمي هو ما تهضروش معايا انا النجم مثلا بلال خنوز وزعولي انا جديد أنا دي... في بلجيكا انا ديبيل ليميسيون دي في ديبيل ليميسيون دي قلتها ومونير قالها واش لي جوار لوكال سانتيغري دو لو جروب اوروبيان هذه هذه راه مهمه الدراري اللي يدخلوا من المغرب راه خاصو سانتيغري ديال ليكيب اوروبيان ولكن بالله تاع عبد الله راه عاوتاني جوج مرات سمح ما ندوزهاش لك هذه المره على شحال من واحد كتهضر انت دابا في هذا لي لوكو لا لا انا شو خويا راه هاد غادي يلعب راه يلا كاين اللي كاين في لا ليست ديال لي 18 واخا نجاوبك اخويا منير لا لا نعطيك السميات يلا كاين اكرم النقاش بوحدو وراحيم اللي تقدر تعتبر واحد من لي لوكو ولكن مشى دار اون كاريير في الخليج وجا راه هادشي اللي كاين وعادي التحيف اللي ديجا خرج من هنا مشى دار الافيس ورجع دابا راه كاين لعب كيلعب في نهضه بركان هادو هما اللي تقدر تهضر عليهم هاد الثلاثه هادو انا تهضر عندك ديك اربعه د ولا خمسه د المغرب اخويا لا ولكن ما, ما تزيدش هادوك اللي كاينين في لا ليست ديال لي ريزيرف هادوك انا تهضر اخويا واش لي كلون لي كلون ديال ليكيب ا ولا اي 23 فان سانتيغري هادشي تنهضر عليه ما تهضرش على ما تهضر اوتر شوز انا باش نقول لك عندك ليكيب ا، لي كلون مشيتي بعيد مشيتي بعيد لا هذا عرفت واش تنهضر خويا ما مشيتش بعيد انا هادشي اللي عشتو انا تنهضر على ليكسبيريونس ديالي هادشي اللي عشتو ومازال ليكيب ناسيونال تعيشو ليكيب ا ولا هذاك الشيء مازال تعيشو خاصنا حنايا خويا الا بغينا الا بغينا نزيدو مزيان اللي قلتيها هذا خويا راه خاصنا بروغرام دو ترافاي لا في لي زوج اولمبيك لا اي حاجه راه انا ولا دو زون شي حاجه حنا تبقى تتشهر شهور عاد تبقى خدمو. نعم وعلى الاقل كما قال منير وقلت انت عبد الله ناصر على الاقل نتواصلوا مع الفرق واش تلقي لنا لعاب الالعاب أولمبية لا هذا لا واش تلقي لنا لعاب الو تلقوا لنا لعاب لا هذا لا وعلى الاقل ونعرف انا صراحه تولي عندي الامور واضحه واش نعتمد على المحليين في المغرب ونشوف واش ندير ديك الساعه اما نبقاو تالاخر وعاد واش نبداو واش تطلقوا لينا لا حق راه كنا بغينا نجيبو وما تلقوش وهذا راه كنا بغينا وما تلقوش وقت تي دوك راه شي راه في ليميسيون اللي فاتت قلنا قلنا وناقشنا دابا المشكل المشكل حنا دابا حنا بثلاثه هادشي اللي غادي نقولوا دابا راه جي 2025 غادي نفير لو ميم شوز 2026 غادي نهضروا على لو ميم شوز لا هضرنا على سبورت المغرب كله راه ما راه ما زدناش القدام ماديا جدنا القدام ما سيراش ما زدناش القدام ياك ياك عبد الله اخر الكلام لا نصنع الابطال والله اخويا هذا خويا انا تنظر اخويا لا باكر غادي تعادلوا ان شاء الله انا جي كونفيونس في الدراري علاش بريمير ماتش غيتقاتلوا <applause> جي كونفونس اخويا تعادلوا علاش ما تعادلوش؟ انا تنظن انا تنظن حقيقه لا هزيمه غادي تكون مهمه للمنتخب وتنظن وتنظن لا قدر الله وخسرنا غادي تكون وقعة شديد في دوزيام ماتش وتروازيام ماتش ما اصلا حنا ما كاينش نتيجه اصلا حنا ما كاينش أنا... بريباراسيون أنا... هي هذيك وتجي تخسر الماتش الاول لا ولي خويا حسين خصنا حنا نهبطوا براسنا لا 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 عندنا الكويريه وعندنا السميات عندنا فرقه دابا المشكله اللي يكون عندنا ولكن لا ما عندكش الانسجام وما عندكش واحد الميكانيزمات تيديروا من المدرب والوقت لا ما عندناش ما عندناش ما عندناش لي كونيكسيون ما عندناش لي كونيكسيون لي جوور الله يرحم الوالدين نعم صح نعم كونيكسيون اونتر لي جوور نعم المشكله اللي تكون عندنا المشكله اللي تكون عندنا خويا هادوك الدراري لا بين الصغير ولا تي غادي يديروا الماتش كرو عبد الله قبل قبل ما يمشي قبل ما تمشي ليكيب ناسيونال اوديسيت لاكوب دي موند مع سعيد شيبه كان كان واحد النقاش ديال لي جوور هادو راه كان يمشي هذا كان يمشي هذا ما كانش يمشي ولكن على الاقل ديك ليكيب كنا كنقولوا راه غتمشي غتقدر دير بريمي تور غتاهل غدير لان ليكيب كانت معروفه السميات ديالها كان باين مبنيه <applause> لعبوا لكم دافريك لعبوا لعبوا دافريك بمعنى هذا يعني. الشيء اللي كنقولوا دابا ليكيب اولمبيك راه ماشي تنقيص من الدراري راه يقدروا كاع يمشيوا يديو ميداليه اولمبيه اه ولكن السؤال واش ليكيب بتبنات تبنات واستعدات مزيان لا نعم صح تقدر تخلق المفاجاه نعم تقدر نعم. ت... يخرجوا لك شي ماتش مع الارجنتين ومن ثم دار ديك لا كونفيونس و... آ... سيدي يقولوا لي انت هاد لا ديفونس راه الله جداد والدراري وحنا غاديين يقدر يوقع هذا نعم ولكن الاستعدادات ما كانتش والبني نا. ما كانش كما هو تيبغيها منطق كرة القدم والمنطق المنتخبات عبد الله ناصر وي خويا حسين نتلاقاو في الماتش ضروري اخويا لا لا اخويا واحد لواحد انا مامن واحد لواحد اخويا ان شاء الله شوف ورا الماتش غتكون معنا في التحليل والنقاش ان شاء الله ونشوفوا كيفاش لعبوا التكتيك ديال السكيتي كي كان و... ولا كان شي اخطاء كي كانت والى اخره في <applause> التحليل والنقاش لا الطريق سكيتي لا خلاو يخدم لا مانيير يخدم و لا كومبوزيسيون والسيستم اللي غادي يلعبوا راه معروف اخويا هو هو سي با سي با لاتونيل كي جو لا ديفونس لا لا هو ما تيسدش هو تيلعب ما تيسدش دونك عندنا اللعابه مزيانين ولكن كما قلنا يا با لا كونيكسيون عندنا مشكل في لا ديفونس خاصو يلعب دابا او كونتري يلعب البلوك با عنده الدراري رابيد لقدام خلي الارجنتين تجي تجي يلعب يلعب, يلعب تاكد بلوك تاكد يلعب بلوك با دابا ما كاينش لو ياك عندك ديفونز عندك ديفونز شويه عيان تلعب بلوك با بارك لوطوبيس دابا راه ما عندكش باش دير لوطوبيس ما عندكش باش دير البلوك با بجوج كاين الوالدين وصافي ونتمنى التوفيق للمنتخب الشيخ تنتكلموا احنا بغينا نعطيوا الامور هكذا حقيقتها هي هذه حسب الرؤيه ديالنا بطبيعه الحال حسب الرؤيه ديالنا بطبيعه الحال اما حنايا من القلب والمشاعر را مغاربه وتنتمناو الفوز المنتخب الوطني والميداليه الذهبيه لما لا ان شاء الله يا رب ولكن بغينا حقائق الامور علاش باش في حاله ما لا قدر الله ان كان النتائج سلبيه باش ما نعاودوش الخطا مره اخرى مقبله احنا راه تنهضروا وتنقولوا اللي كاين حسب الرؤيه ديالنا والشوفه ديالنا باش اللي شفنا غلط وطلع غلط فعلا متكرش والله العظيم الى هاد علاش نتكلموا بهذ الحرقه وبهذه الطريقه راه حتى الحالات النتيجه الايجابيه كاين اللي غيجي يجي يقول لك اسكتوكم اه اه واخويا ما اذا أبا. ماشي غادي تسكتونا حنا حنا هضرنا حتى حنا بخيرات ما يجي حتى واحد يجردنا من الوطنيه ديالنا الا كانت نتيجه ايجابيه انا كنقولها كانت نتيجه ايجابيه فهي مفاجاه نعم كانت نتيجه سلبيه راه النتيجه ديال هذا الشيء اللي خدمنا نعم ما استعدينا ما بنينا ايكيب مزيانه صح صافي واللي عنده راي اخر وبغي يناقشنا في الراي الاخر فمرحبا به البلاطو مفتوح دير شادا تي في ما كاين حتى شي مشكل ناقشوه قول لنا لا راكم غالطين هاد اللي كيبرا مزيانه وهاللي كين كاين وهاللي كاين وهاللي, كين وهاللي, كين وهاللي, كين وهاللي ما يبانش لكم مرحبا حنا ما يبانش لنا كلشي بطبيعه الحال انا نشبه هاد ليكيب هادي فيها بحال قلتي احسن احسن لي زاباري ديال التليفون احسن التليفونات نعم وكان خاصهم هادي اللي قال عبد الله لكونكسيون. لا كونيكسيون ما نعم الا ما كونيكتش التليفون دابا خويا خويا بنيه وحنا حنا تنعطيو شاك تعطيه لي بوان في ديالو نعم وي لي بوان في ديالنا هو هذا انا انا تنقولها عاوتاني لا ما كانش لا ما كانش لوتوماتيزم كاتش... كاتش... في الفرقه راه عندك مشكل صح تقدر تقدر تدرك الماتش الاول تقدر تدرك تدرك بهذاك الشيء حيت الارجنتين غادي يجيو غادي يجيو يعطوك لي سبورت في تلعب ولي العراق واوكرانيا ما يعطوكش لي سباس راه صدقش دير لي جو م. م. وحتى الارجنتين ما يعطوكش لي سباس الارجنتيني يقدروا بالدارجه نقول لها يهلكوك براسا راه شفت ديالهم انا شفتو مع البرازيل شفت سملي... شفت الماتش ديال 2023 راه فاليرا ديال فاليرا ديال بورتو واش كاين ولا ما كاينش دونك ليكيب ديالهم عندهم فرقه عندهم فرقه مزيانه ماشي فرقه عيانه وليت ميطات ميطات كومباري الفرقه ديالهم مع ديالنا il y a une similarité des joueurs donc la qualité des joueurs تاعنا عندنا تاعهم عندهم غير هما غير هما لعبوا ديجا 4 ماتش اميكو نعم صح هذه الفرق هما ديجا لعبوا لي ماتش ديجا <صح> دي يكون <لعبوا سؤال> واحد النوع ديال الانسجام عندهم عارفين بعضياتهم تفضل بالله اخويا حسين تدير لي التونيك ديالك واش الموطور نزيد فيه ولا نقصو ولا هذا حنا دابا حنا هذوك التسعود اللعابه اللي جاو ديال ليكيب ار غادي يلعبوا غادي يجي معاهم جوج Ouais, wesh, wesh, le premier match avec les 11, ou c'est Beddil, c'est dépendant le changement des radicales. Mm -hmm. Ouais, le changement des radicales, ou c'est un bon niveau, un autre niveau. Mm -hmm. Tout dépend de la vôtre, tout dépend du le système des radicales. ونهار الاربعاء ويوم الاربعاء بحول الله ان شاء الله المباراه الاولى للمنتخب الوطني المغربي الاولمبي امام الارجنتين مع الجوج اللي غادي نكونوا معكم في التحليل والنقاش قبل المباراه وبعد المباراه ان شاء الله وخاصه بعد المباراه تحليل النقاش يكون بعد المباراه ان شاء الله وغادي يكون معنا عبد الله ناصر بطبيعه الحال شكرا لك عبد الله شكرا امسيه سعيده تحياتي خويا حسين تحياتي عبد الله تحياتي شكرا لك منير شكرا جزيلا تحياتي الحسين شكرا لك نلتقي يوم الاربعاء متمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي في المباراه ديالو مع الارجنتين يا رب وتكون فرحه كبيره ان شاء الله يا رب لانها تكون مباراه المفتاح ان شاء الله تعادل يقدر يحافظ على التوازن النفسي والأمال معقودة في المباراة الثانية والثالثة ولكن الخسارة أظنها ستكون مؤثرة جدا ما تكونش مفاجئة نعم ما تكونش مفاجاه ولكنها تكون مؤثره جدا على, على المباراه الثانيه نعم. نعم على المسار في المباراه الثانيه تكون مؤثره جدا تكون مؤثره على اي إن يلا بالتوفيق للمنتخب الاولمبي المغربي ونلتقي يوم الاربعاء في خاص على الشدا تي لمواكبه المنتخب الاولمبي الى اللقاء